نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفل المؤقر وإخواني في الله، أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع القرآن هدى للناس. إخواني في الله، إن هذا القرآن موئدة وتبيان لكل شيء وشفاء لما في الصدور، وهدى وبشرى للمؤمنين وتحذير للكافرين، كما قال تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورة يونس رقم السورة 10 الآية 57 و58، وهو موعظة خالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فقد أعد الله به فيه كما قال تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نفضلنا الذكر وإن له لحافظون. سورة الهجرة سورة 15 الآية 9، وهو وسيلة استعادة الفلاح في الدنيا والآخرة، فيه آداب وحكم نافعة. وهذا الكتاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، فقد كرهت فيكم ما لا تجد بعد أن استسلمتم به كتاب الله. رواه مسلم رقم الحديث 1218. وما تعلم القرآن وعلمه فهو خير الناس، وفي تلاوته أسر الناس. أيها المسلمون، القرآن الكريم موجز بأسلوبه وألفاظه ومعنه وتأثيره، ومن المعلوم أن لهذا القرآن ما يسبق السير في تأثيره على النفوس والقلوب. ومن الثبيت تاريخيا أن التأثير كان له في نفوس المشرقين. أما والآن بعد تأخر السهول والسنين والقرون والأزمان، أتزال للقرآن جدته ولا يزال له تأثيره، بل زادت قوته قوتنا وحجتا. وفي كل عام نجد القرآن الكريم ينير بآياته مساحة جديدة من الأرض وأنصر الإسلام في أناس لم يكونوا يعرفن المسلمون من قبل. وكلما تقدم للمدحر سؤال جديدة تعيد إعجاج القرآن. ومن أهم سؤال هذا لأن القرآن جاء بكثير من أخبار الأمم السابقة وقصصهم، وجاء بقدر كثير من العلوم والمعرفة التي لم يعرفها الناس من قبل، كما جاء بما يصلح عقائد الناس وعباداتهم وحياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كما قال تعالى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. سورة النحل رقم السورة 16 الآيات 89. أيها المستمعين الكرام، وهذا القرآن الكريم هو حبل الله المتين وهو صراط مستقيم، كما قال تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ قوت عدا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سورة آل عمران رقم سورة 3 الآية 300. القرآن الكريم هو النور المبين وشفاء النافع. فما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنور المبين وشفاء النافع عصمة لما تمسك به ونجاة لما تبعه. لا يزيد فيستعتب ولا تفرط فيستعتب، ولا يجد فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من قصرة الرد. اتلوا فإن الله يعذركم على تلاوته كل حرف أصر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف ولام وميم. رواه مسلم رقم الحديث في مسند رقم الحديث 2040. وفي الختام، اللهم اجعل القرآن وربيع قلوبنا والنور صدورنا وجاء أحزاننا وجاب همومنا وغمومنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.